راح نحكي فيها إن شاء الله على بعض الأمور اللي ونكمل الإكسل إن شاء الله. خلينا نعطي أمثلة غير الأمثلة أنا بعطيها، بعطي أمثلة غير الأمثلة أنا بعطيك إياها. أنتم تعرفوا إنه أنتم متذكرين قصة ال خلينا في جيكو الباي أوضح لكم إشي معين. بتعرفوا الراديان وما راديان إنه الباي قيمته 3.14%. أوكي؟ ثلاثة وأربعة عشر بالمية. هاي الباي قيمتها 3.14%. طبعا الباي بالاكسل انا كيف بكتبها؟ يساوي باي هيك؟ لا غلط. كيف بكتبها؟ بيساوي باي قوسين هي 3.14. اوكي؟ هاي هي الباي بالاكسل، واضح يا اخوان؟ اذا كلمه الباي بالاكسل بكتبها كمان مره اللي هي يعني خلينا نكتب لكم اياها يعني هيك يعني طبعا يساوي باي 14. هيك بتكتب الباي بالاكسل نهائي عشان تعرف الباي بالاكسل. لو قلنا احنا الان هون عندكم زيرو باي بيساوي باي على 4 بيساوي باي على 2 بيساوي 3 ضرب باي على 4 يساوي 2 ضرب والله اشوف بيكملها هو لحاله طبعا انتم عارفين انه صفر يعني هاي زي كانها الزاويه صفر هاي بالراديان الزوايا هاي بالديجري بالديجري اللي هي بالراديان نفسها هاي. شوف انا قاعد بدي اضبط لكم شيء يعني نفهم نظام معين يعني هيك خليني اضبط هيك راديان وبدي احط هاي صفر اللي بلاحظ في طلاب بخربطوا باي على 2 3 3 باي على هاي زي كانها بالراديان. لاحظ انا هون في شيء بعمله اسمه ميرج سيل، يعني هاي هي اللي احنا بنتعامل. طبعا هذا رموز، هاي ما لنا فيها احنا الرموز، هاي رموز اللي بتمثل لي يعني صفر صفر باي على 4 هالقد، باي على 2 هالقد، 3 باي على 4 هالقد، وانتم بتعرفوا هاي قيمة باي. هاي قيمة باي، احنا هاي اللي بنتعامل معها. الان بالديجري، بالديجري انتم بتعرفوا انه الزوايا بالديجري بالديجري شو بتكون؟ صفر. الباي على 4 كم؟ 45 الباء على 2 90 3 باء على 4 كم؟ 135 لا
135. في كمان لازم يكون، والله خلينا اقسم شوي، او خلينا خلص عقد 2 باي بقدي. هاي 180 360. خليني احط باي صراحه عشان تكون الامور احسن. هاي باي، هاي اللي هي 3.14%، وخلينا نحط لحد 2 باي بقدي. يعني احنا عارفين شو اللي بدنا اياه. محاضرة مسجلة، لا تخافوش. تساوي 3 ضرب باي 3 باي. خلينا نشوف الآن ساين الزاوية. خلينا نقول واي اكس، نشوف بيساوي ساين، لا نفتح قوس لهاي الزاوية. انتوا بتعرفوا انه ساين الزيرو زيرو. ليش اعطاني هاي الساين تبعها هيك؟ صح. يلا دقيق شوي، مش عارف ليش الصوت بيقطع، بس اصبروا علي. الله يرضى عليكم شوي اصبروا. يا اخوان هيني قاعد بحكي، هيني بلشت احكي. انتوا بتعرفوا انه ساين الزيرو بيساوي زيرو، وساين الباي افتر دي 90 بيساوي واحد، ساين ال 270 بيساوي سالب واحد، صح؟ طبعا هون احنا بنتعامل كنوميريكال، يعني ما بيعطيك القيمه الاكزاكت، بيعطيك القيمه الابروكسيمت. طبعا لاحظ عندك الان كيف بدي اخليها هاي القيم اللي انتم بتعرفوها. بقرب بعمل بظللهن، هسه بقول لكم شو بتعمل. بظللهن، بعمل رايت كليك فورمات سيلز، بختار نمبر. هسه بقول لكم خلي لي اياها الاقرب منزلتين، شوف شو بيعطيني. هاي الارقام انتم بتعرفوها صح ولا لا؟ هاي الارقام الان انتم بتعرفوها. ساين ال 90 الان الفانكشنز الرياضيات مطلوبه منكم، فانكشنز الرياضيات مطلوبه منكم. الزاويه الفانكشن اللي هو هذا الفانكشن، هذا الفانكشن هي تبع الزوايا، فانكشن الزوايا بتعامل مثلا على سبيل المثال ساين للاكس او تان الاكس، ريتيرن ذا فاليو للتانجنت للاكس. بس شو لازم تكون الاكس؟ بالراديان مش بالديجري، بالراديان. طب كيف انا بدي احول من راديان لديجري او من ديجري لراديان؟ في لها فانكشن يا اخوان، اللي هن هيهم بالكتاب موجودات. طبعا هذا الحكي مشروح يا اخوان، قاعد بحل مثال،
هذا مشروع في الكتاب يا اخوان، مشروع. لاحظ راديان بيحول الزاوية من ديجري لراديان، راديان بيحول الزاوية من ديجري لراديان، يعني راديان الباي على اثنين، الباي على اثنين شو هي يا اخوان؟ اللي هي 90 صح ولا لا؟ اللي هو هيها باي على اثنين، يعني الديجري 90 درجة، 90 درجة. شو الراديان المقابل لها؟ 1.5. هل طلع عندي 1.5؟ طلع عندي 1.5. إذا هاي الزاوية بالراديان، بالراديان. كيف بطلع الساين؟ باجي بعمل كالتالي، كمان مرة. باجي بقول هاي الزاوية، باجي طبعا بحط بيساوي ساين. ساين الزيرو زيرو، بس أنا بختار اللي بالراديان واللي بالديجري؟ بختار اللي بالراديان يا إخوان، بالراديان. هيا طلعناها صفر. بكمل الآن لتحت. طبعا أنا غلطت هون، هي هاي هاي هون. شايفين قلت لكم هاي اللي تختارها. بيساوي صاير بختار هاي الزاوية اللي هي هاي هاي التمثيل تبعها يا إخوان، التمثيل تبعها صفر. أنت ساين صفر صفر بنزل لتحت الآن. ساين ال 45 درجة اللي هي بالراديان شو بتساوي؟ باي على 4 اللي هي بالراديان شو بتساوي؟ 78% تقريبا، 71. خلينا نتأكد من رسمتنا، خلينا نتأكد من رسمتنا. هل هي صحيحة؟ خلينا نشوف. كيف بدي ارسم؟ انسرت سكتر، انسرت بروح على انسرت سكتر ارسم. هل هاي رسم الساين؟ رسم الساين صح ولا لا؟ رسم الساين. طب خلينا ارسم كوساين. اذا لو قلنا واي 1 اللي هي الساين، طب الواي 2 لو قلنا كوساين، كوساين اكتب بيساوي كوساين، كوساين افتح قوس الزاوية بالراديان، وين هالراديان؟ هي صفر. كوساين الصفر احنا بنعرف انه واحد. خلينا نستمر لتحت. لاحظ عندك الان في شغله هون، كوساين الصفر هاي اللي هي بيساوي ساين اكس، هاي واي 2 بيساوي كوساين اكس، وهاي الزاوية اكس اللي هي الزاوية هي اكس اللي هي الزاويه. خلينا نظبط بس هيك شوي ونعدل الامور. انتوا بتعرفوا انه كوساين الصفر واحد، وبتعرفوا انه ساين وكوساين ال 45 نفسه صح ولا لا؟ وبتعرفوا انه ساين ال 90، كوساين ال 90، كوساين ال 90 الجتا تبع ال 90 كم؟ صفر. شوف شو معطيك اياها هو كرقم نوميريكال، معطيك اياها 6.125 في 10 قوه سالب 17، يعني اولموست زيرو، اولموست زيرو. شوف شو معطيك كوساين ال 270 سالب 1.8 بالعشره في 10 قوه سالب 17، هاي شو هاي؟ اللي هي اي سالب 16، هاي معناها هاي القيمه في 10 قوه سالب 16. الان لو بدي اقرب هذول لاقرب منزلتين عشريتين، شوفوا بظلل رايت كليك فورمات سيلز، اختار نمبر، اختار نمبر، اختار تو ديسيمال بليسز تقريب، راح يعطيك اياها 00. وبتقدر تختار امر اللي هو راوند، تقدر تختار امر اصلا كمان هو راوند. المهم طب خليني ارسمهم مع بعض، خلينا نشوف شو كيف الرسمه. بدي ارسم الساين والكوساين مع بعض. في اكثر من طريقه. بقدر اقول سيلكت داتا، خليني اشوف تزبط. ما زبطت شلون. دكتور نعم
دكتور انا بعتذر منك بس طلعت من المحاضره بالغلط والله. مش مشكله. الان كيف بدي ارسم الرسمتين مع بعض؟ شوف شو بعمل. باجي بظلل الاكس اكسس عندي واي 1 واي 2 يعني رسمتين ساين وكوساين. بختار انسرت وروح على اللاين وهيهن طلعين ساين وكوساين. صح ولا لا؟ الاولى هي الساين والثانيه هي الكوساين. واضح يا اخوان؟ الاولى هي الساين والثانيه هي الكوساين. ولاحظوا الدوره من 0 ل 2 باي ل 2 باي. طيب افرض الان انا بدي اعطيك التالي. انا بدي اعطيك التالي. لنفرض انه انا بدي اعكس الموضوع، مش بدي اياك ترسم او تكون يعني عندك داتا، يعني انت عارف الفانكشن، انت بدك تطلع الفانكشن، انت بدك تطلع الفانكشن. انت بدك تطلع الفانكشن. خلينا نرجع لهاي. هاي يا اخوان رسمه، هاي اللي هون داتا سالب 4 16 سالب 3 يا اخي قيمتها خلينا نقول لك 10، السالب 2 ونص قيمتها يا اخي 5، السالب نص قيمتها واحد، الثلاثة ونص قيمتها أربعة. خلني أقول لك شيء. شو هاي؟ أنا معطيك داتا معينة، داتا معينة إكس أكسس وواي أكسس. طلبت منك سؤال بالامتحان، لو سمحت أوجد لي الفانكشن اللي بيحقق the best fit of this data، اللي هو the function اللي بيحقق يعني أقرب function فانكشن ممكن انت من خلاله تمثل هاي الداتا. شوفوا كيف البروسيجر. باجي بظلل بعمل انسرت. طبعا في بروسيجرز كثير بس احنا بدنا نجي على هذا البروسيجر. بعمل على تبعت اللاين اللي هي انسرت سكتر، برسم طلعت الرسمه هيك. انا الان هل في فانكشن رياضي في هيك رسمه؟ احنا ما نعرف الفانكشنز الرياضيات شو هن المشهورات. يعني مثلا على سبيل المثال احنا بنعرف انه الساين انه واي بيساوي اكس تربيح هيك صورته، مش عارف ارسمها هيك. الواي بيساوي اكس تكعيب هيك صورته، صح ولا لا؟ انتوا فاهمين كيف علي؟ هيك هيك، صح ولا لا؟ الاكس تربيح هيك، صح؟ طيب هل في فانكشن بيمثل، هل في فانكشن انت برايك ذا بيست فانكشن اللي بيمثل هاي الداتا؟ ظللنا ورسمنا، باجي بختار الرسمه. برد اجي اكبس كبسه على الداتا، على خط الداتا. هي ظلل. بعمل رايت كليك، بختار شيء اسمه اد ترند لاين. طبعا هذا الكلام مذكور بالتفصيل بالفيديو المحاضره، مذكور بالتفصيل ايضا بالكتاب وبالنوت. بختار شيء اسمه اد ترند لاين. طيب يا ابني هذا الترند لاين معناها انه شو هو الفانكشن اللي برايك اللي ممكن احققها لهي الداتا؟ هل هاي فانكشن شكلها لينيا؟ شو معنى لينيا؟ يعني اللينير بده يكون خط هيك، خط هيك. اللينير، اللينير شو معنى لينير؟ اللينير دائما اللينير بيكون زي كانه يعني هذا الاكس اكسس هذا الواي اكسس. اللينير زي كانه شكله هيك 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 هيك. شايفين اللينير؟ لينير كونه في طعجه. يعني لو اجينا الان هاي هيك، اذا كونه في طعجه الان يعني جاي مثلا هيك شكله، هذا مخربط مخربط، معناها مش لينير. انت من هون هذا الشكل انت بتعرف انه قريب تقريبا على الاكس تربيع، صح؟ طب افرضوا كانت الداتا قريب على الاكس تربيع، اذا زي كانه حيكون الاوردر 2 لها. نشوف شو بيعطينا الاكسل. اذا والله الفانكشن تبعي زي كانه قريب على شيء بسموه بولينوميا، بتاخذوها بالكالكولس اللي هو بولينوميا. والاوردر تبعته، الاوردر تبعته يعني قريب شكله على الاكس تربيع. لو سمحت حط لي الرسمه على تشارت، هاي هي ديسبلاي تشارت، وحط لي قيمه ار هسه بشرح لكم اياها. لاحظ عندكم ها هي البيست داتا، هي المنقطه اللي بتمثل يعني هذا الفانكشن بمثل هاي الداتا المنقطه اللي هي اقرب شيء لهذا الشكل الداتا الاصليه. يعني هاي الداتا المنقطه اللي هي تبعت الايكويجن هاي اللي اعطاني اياها كتقريب لا
يعني كفانكشن للداتا الاصليه. لاحظوا قيمتها قريبه على اكس تربيع زائد شيء بسيط والاكس زائد معامل. الان ار تربيع لها اسم هيها اللي هي the coefficient of determination, the coefficient of determination. كل ما كانت أقرب للواحد كل ما كانت المعادلة تبعتي اللي هي الخطوط المنقطة أقرب للمعادلة اللي هي الأصلية اللي هي الخطوط اللي مش منقطة. وخلينا نشوف كيف بقربها هاي للإكس تربيع. لو كانت عندك أنت الآن الثلاثة ونص قديش مربع الثلاثة ونص؟ تقريبا 12 وإشي صح؟ خلينا نقول 12 وربع. شفتوا؟ الآن 12 وربع، خلينا نقول هون 12 و25 قاعدين بنقربها على خلينا نقرب مثلا تبعت النص. النص 25، النص انتم بتعرفوا انها ربع. ربع والسالب نص كمان ربع ربع. هيها شوف هون تتعدل. شايفين كيف؟ بحر عندك كل ما لها قاعده بتقرب انه معامل اكس تربيع يكون واحد وقاعده بتقرب الار تربيع على الواحد. طب لو قلنا شغله، لو قلنا انه هاي بتساوي هاي اللي هي السالب 4 قوة 2. الان انا كلياته لاحظ حيكون شفتوا شو اعطاني؟ يعني الان انتم عارفين انه ال 16 هي سكوير السالب 4، ال 12 ربع هي سكوير ثلاثة سالب 3 ونص. الاصل الاصل يعطيني الفانكشن واي بيساوي اكس تربيع يا اخوان. الاصل الفانكشن يعطيني واي بيساوي اكس تربيع. ولكن انتم بتلاحظوا انه اعطاني ايش؟ انه اعطاني واي بيساوي اكس تربيع ناقص واحد ناقص 10 اللي هي الواحد 10 قوه سالب 14 اكس ناقص 2 في 10 قوه سالب 14. طب ممكن واحد يقول لي طيب يعني لاحظ علي زي كانه يعني صوره الواي عند عند الاكس بيساوي واحد. بس واي عند الاكس بيساوي واحد يعني واحد تربيع ناقص تخيل 10 قوه سالب 14 من الواحد قيمه صغيره كثير ناقص 2 في 10 قوه سالب 14 قيمه صغيره كثير. طب ليش هاي اجت؟ لانه اصلا بالكتاب قايل لك انه ما بيعطيك الاكزاكت فاليو هو بيعطيك البيست فيت مش الاكزاكت. يعني هذا الفانكشن انا علمتك عليه ما بيعطيك الاكزاكت بيعطيك احسن شيء اللي هو البيست فيت يا اخوان البيست فيت مش البيست فيت يعني ابروكسيميت. وكل ما قربت الار تربيع للواحد كل ما كانت القيمه احسن. انتبهوا لهذه الامور. طيب الان لو اجينا على انا معطيك جدول في لون سيارة وفي سعر. جدول في لون سيارة وفي سعر. حدا عنده أي سؤال الآن على هذولاك؟ حدا عنده أي سؤال؟ لا دكتور يعطيك العافية. الله يعافيك إن شاء الله، تمام. طيب الآن لو إحنا معطينك لون سيارة وسعر. أنا قايل لك إنه السيارة اللي 500 دولار. حقها ولونها اصفر يعني الشرط تحقق شرطين بدي اياها يعني ترو يعني ترو. اما السياره اللي مش اقل يعني اما يعني لاحظ عندك الجدول اللي هون السياره اللي صفرة واقل بال 1500 دولار اعطيها ترو. شو الفانكشن هذا اللي بيعطيها؟ اللي هو التالي خلنا نشوف. يعني انا بدي السياره اللي اقل من 1500 دولار وصفر نقول بيساوي بكتب اند اختار لون السياره هي اللي هي بختار السل اللي فيها لون السياره. لون السياره هو موجود ب اف 230 هي اف 230 بيساوي يلو انا بدي اياها يلو بكتب يساوي
كونه كتابة بكتبها جوا الدبل كوتيشن لأن هذا الفاصل طيب أكتب يعني أوه سوري يلا واللي هي الفاصلة شو يكون السعر؟ خلينا نقول أقل من 1500 دولار أقل من 1500 دولار نشوف شو بيعطينا أعطاني فورس خلنا نزل تحت نشوف هل السيارة هاي يلو صفرة صفرة هل هي أقل من 1500 دولار؟ لا أعطاني فورس إذا ما تحقق الشرطين بالآن بيعطيني فورس هل هي يلو؟ لا أقرب يعني الشرطين مش متحققات هون لا فخلنا نشوف على هاي يلو نعم يلو وأقل من 1500 نعم أقل من 1500 إذا أعطاني تو هاي هي تو طب خلينا نيجي على الأور طب افرض أنا الآن معطيك هاي بدل الآن أنا كتبت أور شو بتفرق الأور يعني هي أما الشرط الأول أو الشرط الثاني يتحقق هل يعني هل إذا تحقق الشرط الأول برجع لك النظام ترو إذا تحقق الشرط الثاني برجع لك النظام ترو إذا تحقق الشرطين برجع لك النظام ترو واضح؟ إذا هل تحقق الشرط الأول؟ نعم ترو خلاص ما فيش داعي أطلع الشرط الثاني كونها أور لاحظ هاي ترو لاحظ هاي ترو هاي ترو لأنه هاي أقل صفرة أقل من 1500 دولار هاي أقل من 1500 دولار إذا هاي ترو هاي ترو هاي ترو طب افرض أنا الآن بدي أعطي قيمة بدي إياك تكتب كتابة افرض أنا معطيك علامة 45 50 80 40 30 56 68 بدي إياك تكتب أنت كتابة نتيجة اللي بدك إياها جنب كل علامة يا أخي أنا قايل لك العلامة اللي فوق ال 60 ناجح اكتبها نكتب اف العلامة هي هالعلامة إذا كانت طبعا غلط لازم شفتوا كيف الغلط أنا مش حاطه يساوي لازم أقول بيساوي اف افتح قوس العلامة أكبر أو يساوي شفتوا الأكبر أو يساوي كيف أكبر يساوي قديش أنا بديها أكبر أو يساوي 60 إذا كانت أكبر يساوي 60 اختار الخيار الأول اللي هو باس لازم كونها كتابة نحطها بين دبل كوتيشن إذا ما كانت أكبر أو يساوي 60 حط الخيار الثاني اللي هو إيش فين بمسك هاي من إذنها بنزلها تحت تيجي على كل الخيارات لاحظ ال 45 وال 85 وال 50 أقل من 60 راس باك أما ال 80 ناجح 68 ناجح مهم جدا جدا تعرف افرض الان اسئله الامتحان اسئله الامتحان لا ما بجيبها انك تحلها على الاكسل انا بجيبها تكون فاهم الكونسبتس بالاكسل لو جبت لك سؤال الامتحان قلت لك هاي انو واحده من الخيارات التاليه هي بتحققها وانا مخربطك حاط لك الفيل بدل فاس والفاس بدل فيل شو بدك تعرف اكيد بدك تعرف انت انو واحده من هي اللي بتحققها واضح يعني انا بجيب لك الامتحان على بنيان انك فاهم الاكسل معك شهر نرفع أنا الله يعينكم وعارف إنه الناس ما عندهاش في منها كمبيوترات الله يكون في عونكم ويسر أمركم نصيحة إليك طبقوا على بعض طبقوا الإكسل أو احضروا فيديوهات على الشغلات اللي أنا بعطيكم إياها أعطيكم بعدين بعض النقاط الرئيسية تركزوا عليها كثير أنا بعطيك الامتحان على بنيان إنه ما عندك كمبيوتر بس على فهمك يعني افرض أنا الآن جبت لك هذا هاي قلت لك عبي لي الجدول هذا بناء على المعادلة هاي شو بتلاحظ؟ مين ممكن يقول لي شو بتطلع هاي؟ كلوز دكتور ليش كلوز؟ لا اوبن لانه بتساوي العشرين اوبن بنحط شو رايك انها غلط؟ لان لازم تكون يساوي طيب هي يساوي لا ما هو مش شرط انت حابب تجيب لك اياها بجزئين بدك تعرف انت عشان تعطي قيمه لازم تكون يساوي يعني هاي اللي هي هاي اللي فيها يساوي بتفرق اللي فيها شو يساوي انو اللي بتعطي قيمه
يعني اذا حطيته شو ما تحطها تعطيش شيء، اما حط يساوي قبليها القيمة. قصدك ما بتنفذش دكتور؟ طبعا 100% بدك تعرف، يعني الان بدك تعرف تحل. الله يرضى عليكم تركزوا كثير بالامتحان. اعطيت امثله انا طبعا عمدا اعطيتكم مثال غير الامثله اللي اعطيتها بالشعب الثاني عشان عشان لما انزلهم تغطوا امثله ثانيه. يعني افرض الان انا معطيك هون قيم على سبيل المثال، الارقام مش عاجبتني قربها لمنزلتين، امام خيارات كثير تقدر تعمل رايت كليك فورمات سيل نمبر قرب لنمبر قرب لخانتين، تقدر انت تقدر ترتب الارقام رايت كليك تعمل سورت، طبعا احنا بدنا اياها كارقام. بدي اقول لك شغله، مش هون سورت مثلا، ولا أقول لكم هي مرتبات من هذول، شوف هذول لا بعديها خليها السورت الأرقام تيجي من هون أحسن لعاد فورمولا مثلا أرقام بختارها لا بدناش خليها بالمثال أحسن لأنه مش محضر مثال يعني. واضح يا إخوان الأمثلة اللي أنا معطيها كنت بالشعبة الثانية اللي راح تلاقوها على الفيديو، كنت أنا راسم إكس إكس تربيع إكس تكعيب على نفس الرسمة، وهون ال x مع y واخترنا يعني ونرسم البست فيت لها. جمع المصفوفات وطرح المصفوفات مهم جدا جدا، وشرحت لكم المحاضره الماضيه الانفرس واعطيتكم مثال اللي هو حل معادله، حل ثلاث معادلات في ثلاث مجاهيل انك تطلع x والx والx علمناكم اياها بالانفرس. ضروري جدا 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 تحلوا امثله يا اخوان بهاي الماده، بيجي عليها أسئلة كثير. حدا عنده أي سؤال؟ حدا عنده أي سؤال؟ حدا عنده أي سؤال؟ اللي عنده أي سؤال يسأل، اللي عنده أي سؤال يسأل. لو يجينا الآن على هاي الأرقام، لو اجينا هون على سبيل المثال هاي بدنا، يعني راح تلاحظ انت انه هاي ارقام من A 1 10 A 2 8 B 2 8، لاحظ عندك الصم من A 1 الرينج ل B 2، اذا راح يجمع لك من A 1 ل وين؟ ل B 10، من A 1 ل B 10 راح يجمع لك كل الارقام. ال 8 و 2 بال 10 هي الافرج، هاي معادلات اللي هي المعدل. الكاونت شو معنى كاونت؟ بعدك الارقام اللي موجوده، يعني افرض انا الان هاي ما في هون رقم فاضيه، ما بعدها حتكون قديش؟ 19. الماكسيمم على شيء، هاي معادلات اللي تستفيدوا منها يا اخوان. صار ديفيرج الباي الديجري، لاحظوا هاي الديجري، لاحظ الديجري لما حول الباي اللي هي الراديان لديجري قديش؟ 180 درجه. واضح يا اخوان؟ ضروري جدا جدا تعرف تحلوها هذول. التودي فانكشن شرحناها، هذول مهمات، سكوير روت لاكس بيرجع لي قيمه، يعني مثلا انا جبت لك سؤال بالامتحان سكوير روت للتسعه، شو بدك تقول لي؟ اذا كنت انا معطيك اياها بالاكسل بيساوي سكوير روت لهي بيساوي اس كيو ار تي، افتح قوس 9 سكر قوس، بدك تقول لي اكيد 3. كنت معطيك انا بيساوي، لاحظ انا كنت جايب لك سؤال بالامتحان قلت لك هيك، طلع لي قيمه بيساوي فاكت للاربعه، شو بدك تقول لي عاد انت؟ 24 اللي هو الفاكتوريا، بدك تعرف. طبعا مش حجيب لك فاكت ال10 وال20 لارقام منطقيه، طبعا انتم معكم اله حاسبه
تان الدجري الكوساين الساين الايكوساين الاكسبوننشال اللين اللوغاريتم. شوف فرق بينات الهضوب. هاي الاكسبوننشال اللي هو اكسبوننشال للاكس. اللين اللي هو الناتشورال لوغاريتم. شو الناتشورال لوغاريتم؟ شو الفرق بينه وبين اللوغاريتم العادي؟ الان الفورس الاف الفاليو النط حكيناها وشرحناها. اكبر مثلا هاي اقل او يساوي لا تساوي. لاحظوا هاي اشارة لا تساوي مهمة. الرسمات هنا شرحناها كيف ضروري جدا يا اخوان الامثلة انكم تحلوها. الماتريسز كيف نجمع ونطرح ونقسم ما في قسمة. الامبرس الامور اللي انا شرحتها لكم كاملة وراح اعطيكم تمارين ايضا ان شاء الله. راح اعطيكم تمارين. حدا عنده اي سؤال؟ حدا عنده أي سؤال؟ الهومر تم تسليمه وانتهى. عاد إذا بدنا نعطي إحنا نتأخروا إشي نعطيهم ما بدريش. حدا واجه مشكلة بالهومر؟ بعدين من بين لكم مثل هوموركات وعلامات الهوموركات. الآن بقدرش صعبة إنه عندي عدد طلاب هائل جدا. حدا عنده أي سؤال؟ الله يعطيكم العافية. انتهت المحاضرة. راح أظل موجود كمان هيك 5-6 دقائق للي عنده أي سؤال أنا موجود. يعطيكم العافية. دكتور يعطيك العافية. تفضلي يا ذكريات. اسف كنت انا اطفي المايك. تفضلي. دكتور بدي احكي لك انه كان عندي ظرف ما قدرت احضر بمحاضرتي على الاربعاء فحضرت هسه. اكيد بس انا راح انزلني ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. حدا عنده اي سؤال؟ حدا عنده اي سؤال؟ اللي عنده اي سؤال يسال يا اخوان. اللي عنده اي سؤال يسال. ضروري جدا تتابعوا الاسئله. ما راح تيجي انه عندك اكسل لا بس على فهمك للاكسل. على فهمك للاكسل ان شاء الله. اللي عنده اي سؤال يسال يا اخوان. اللي عنده اي سؤال يسال لو سمحتوا. حدا عنده سؤال؟ حدا عنده سؤال؟ معاكم الحرية تغادروا. انتهت المحاضرة. واللي عنده أي سؤال أنا موجود لخمس ست دقائق إن شاء الله راح أظل موجود.